السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله بإذن الله النهاردة معادنا مع فيديو جديد من فيديوهات اللغة الإنجليزية لطلبة الصف الأول الابتدائي برايمري 1، ومكملين مع بعض شرح منهج كنكت. وبإذن الله رب العالمين النهاردة هناخد مع بعض الوحدة السبعة يونت 7 بعنوان at home، في المنزل. وحدتنا النهاردة سهلة جدا وبسيطة، باين من عنوانها ان هي بتتكلم على الحاجات اللي بتبقى موجودة داخل المنزل، يعني مثلا أوضة النوم، أوضة المعيشة، الحمام، المطبخ، كلها حاجات موجودة جوه الايه؟ المنزل. وطبعا كالعادة هنتعود مع بعض ازاي نقرأ الكلمات صح، وكمان ازاي نقدر نحفظها بكل سهولة. في كده جزء جرامر بسيط برضو هناخده مع بعض بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، تابعوني لاخر الفيديو. بس في البداية ليه عندكم طلب، ياريت اللي ما اشتركش في القناة ينزل دلوقتي يدوس على زرار الاشتراك اللي موجود تحت الفيديو، وكمان يدوس لايك لو عجبنا الفيديو. نخش بقى في موضوع الوحدة بتاعتنا على طول. وزي ما قلنا عنوان وحدتنا النهاردة at home، في المنزل. at حرف جر معناه في، at وكلمة home معناها منزل، home home. ال h هنا الساوند او الصوت بتاعها ه ه، h o هو، وكمان m home، والايه اللي في الاخر هنا ايه؟ silent. يبقى at home في المنزل. وزي ما اتفقنا في اول الوحدة اللي احنا النهاردة هناخد الحاجات اللي موجودة جوه المنزل. لو انت دلوقتي قاعد في المنزل وبصيت حواليك هتلاقي المنزل بتاعك فيه كذا غرفة. عندك مثلا الغرفة اللي انت بتنام فيها اللي فيها السرير والدولاب، ودي اسمها غرفة النوم او اوضه النوم. وفي برضو اوضة تانية اللي فيها الصالون او الانتريه، وبيبقى التلفزيون محطوط او الكمبيوتر، وبتقعد تتفرج على التلفزيون، وبتبقى قاعد مع ماما وبابا واخواتك وتقزقزوا لب وتاكلوا فشار. دي اسمها ايه؟ دي اسمها غرفة المعيشة اللي هي اوضة المعيشة. وعندك برضو طبعا الحمام، واكيد طبعا كلكم عارفينه، وكمان المطبخ، وكمان الحديقة اللي هي بتكون موجودة قدام المنزل. وهم دول الخمس أماكن اللي احنا هناخدهم النهاردة، places at home، أماكن بالمنزل، وهم بالتحديد خمس أماكن. أول مكان عندي هو أوضة النوم أو غرفة النوم. معناها إيه in English؟ معناها bedroom، bedroom أوضة النوم. أنا مش هقول غرفة عشان لما تيجي تحفظ يبقى سهل عليك. أوضة النوم bedroom، أوضة النوم bedroom، bedroom bedroom. بيت لوحدها معناها ايه؟ برافو، سرير. اكيد طبعا كلكم شطار وحفظتوها قبل كده، bed بي اي دي، bed. الاي هنا الصوت بتاعها ايه؟ ايه ايه، يبقى بي اي ب ب، وهتزود دي bed. وكلمه room لوحدها معناها غرفه، r دبل او ام room، r دبل او ام room. لو قلت bed room يعني الغرفة اللي احنا بنحط فيها السرير، اللي هي غرفة الايه؟ برافو، غرفة النوم، اوضة النوم اللي احنا بننام فيها. وخلي بالك مفيش مسافة او space ما بين كلمة bed وكلمة room، لا كلها كده كلمة على بعض. يبقى اوضة النوم bed room، اوضة النوم bed room، اوضة النوم bed room. برافو عليك. الغرفة اللي بعد كده اللي هي غرفة المعيشة اللي فيها التلفزيون والانتريه واللي بنقعد فيها مع بابا وماما ونقعد نحكي ونتكلم مع بعض، اللي هي غرفة الايه؟ المعيشة. طيب معناها ايه غرفة المعيشة؟ living room، living room. سمع حد بيقول لي الله يمس، هي مش كلمة روم دي اللي احنا لسه قايلينها؟ برافو عليك، دي تاني مرة تتكرر معايا كلمة روم، ولسه هتتكرر معايا مرة كمان. تاني حاجة عايزة اقولها لك وتاخد بالك منها، مش عايزاك تنطق حرف الجي، مش عايزاك تقول living ج ج روم، لأ. ليه يا مس؟ لان انا عندي في الانجليش قاعدة كده بتقولي لما يجي حرف الان ووراه حرف الجي في اخر الكلمة بتنطقش الجي. هتنطقها ازاي بقى؟ living، living، بتشعلق كده لسانك فوق، living 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 room، اوضه المعيشه living room، اوضه المعيشه ال i v i n g living، ال i v i n g living. وهنحط كلمه room اللي احنا لسه قايلينها، يبقى bed room اوضه النوم، living room اوضه المعيشه، كمان مره bed room اوضه النوم، living room اوضه المعيشه. تعالى ناخد الكلمه الثالثه اللي برضو فيها المقطع بتاع روم، اللي هو بقى ايه؟ الحمام. الحمام معناه ايه؟ bathroom، bathroom، ba b a bath
اتفقنا ان حرف الث ث اللي هو الثاء دول في اللغة الانجليزية عبارة عن حرفين تي و اتش، يبقى التي والاتش بيتنطقوا ايه؟ ث ث. وبرضو هنحط المقطع بتاع روم، خلي بالك برضو هنا مفيش مسافة ما بين باث وروم، كلها كلمة على بعضها زيها زي بادروم، لكن living room في space او مسافة ما بين كلمة living وكلمة ايه؟ روم. نقولهم اخر مرة، اوضة النوم bedroom، اوضة المعيشة living room، الحمام bathroom. بعد كده عندي المطبخ، والمطبخ معناه kitchen، kitchen kitchen kitchen. السي والاتش هنا اتنطقت ايه؟ تش تش. kitchen 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 المطبخ. اخر كلمة معايا هي كلمة الحديقة اللي هي حديقة المنزل ومعناها garden 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 gar g a r den den d e n den، لان اتفقنا وقلنا هنا ان الاي الصوت بتاعها ايه؟ ايه، يبقى d e d وزود n den garden الحديقة. يبقى المطبخ kitchen، الحديقة garden، المطبخ kitchen، الحديقة garden. هنقولهم بقى اخر مرة خالص، وعايزاك تشاور على الاوض دي او الغرف دي الموجودة عندك في المنزل وتردد ورايا. يلا هتشاور على اوضة النوم وتقول ايه؟ برافو، اوضة النوم bedroom، برافو. هنشاور على اوضة المعيشة ونقول اوضة المعيشة living room، برافو عليكو. هنشاور على الحمام ونقول bathroom. هنشاور على المطبخ ونقول المطبخ kitchen. وكمان هنشاور على الحديقة ونقول ايه؟ الحديقة garden. دلوقتي هناخد مع بعض أداة الاستفهام اللي هي where 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 where، معناها أين. ال H هنا silent وال E هنا برضو silent. where معناها أين. سمع حد بيقول لي كده يعني ايه مس أداة استفهام؟ عندك في اللغة الإنجليزية أدوات استفهام زي اللغة العربية كده، برضو عندك أدوات استفهام. احنا النهاردة هناخد أداة استفهام واحدة اسمها where. where معناها أين، يعني باللغة العامية كده فين. لما أحب أسأل عن مكان أي حاجة وعايزة أقول فين كذا أستخدم كلمة إيه؟ where. يعني مثلا القلم ضايع منك وعايز تقول هو القلم فين؟ أين القلم؟ هتقول where، أين. القطة بتاعتك تاهت منك وعايز تقول هي القطة فين؟ هتقول where، أين. أختك الصغيرة استخبت منك وانت بتدور عليها فبتقول لماما هي أختي فين، فهتستخدم أداة الاستفهام where. سمع حد بيقول لي يا ميس يعني أنا أي حاجة هسأل عن مكانها هستخدم where، هقولك برافو عليك. سواء اللي بتسأل عن مكانه دون مذكر أو مؤنث أو حيوان أو أي حاجة غير عاقل برضو هستخدم أداة الاستفهام where. خلاص كده، يبقى اول حاجه عرفناها مع بعض ايه؟ ان وير معناها اين، وبنستخدمها عشان نسال عن مكان اي حاجه. طيب هقول وير وهسكت؟ لا طبعا، لازم اكمل الجمله بتاعتي. احنا النهارده هناخد لو هنسال عن مكان حاجه مفرد، في الحاله دي هقول وير از، وحط في دماغك ان كلمه از دي اللي هي اي اف بنستخدمها مع الحاجه المفرده. يبقى انا النهاردة هسأل عن مكان حاجة مفردة، يعني حاجة واحدة بس، فهقول where is، وبعد كده هقول الاسم المفرد اللي انا بدور عليه. النهاردة مديك اسمين، اول كلمة معايا the boy، وتاني كلمة معايا the girl. the boy معناها الولد boy boy، وكلمة girl معناها بنت girl girl. يبقى انا النهاردة هسأل على مكان الولد وهسأل على مكان البنت، فيا إما هقول where is the boy يا إما هقول where is the girl. يبقى where is the boy، where is the boy معناها أين الولد، هو الولد فين. where is the girl، where is the girl معناها أين البنت، هي البنت فين. طيب عشان أجاوب هقول إيه؟ لو أنا بسأل على مكان ولد هقول he is in، وهقول المكان اللي هو فيه. طب ولو هسأل على مكان بنت هقول ايه؟ برافو، she is in، واقول المكان اللي هي فيه. فطبعا انا النهاردة خدت كم مكان؟ برافو، خدتهم في اول اليونت اللي هما الخمس اماكن اللي احنا خدناهم. فممكن اقول مثلا he is in the living room، she is in the kitchen،
he is in the bedroom. يبقى انا لو سألتك على مكان الولد وقلت لك where is the boy, where is the boy, هترد عليا تقول لي ايه؟ he is in كذا, the living room, the bedroom, the kitchen, اي مكان اللي هو موجود فيه. طيب ولو قلت لك where is the girl, where is the girl, هي البنت فين؟ هترد عليا وتقول لي ايه؟ she is in كذا, وليكن مثلا the bedroom. يبقى الإجابة أربع حاجات, he is in والمكان, يا إما she is in وبرضو الإيه؟ المكان. ودلوقتي معايا جزء الفونكس, وجزء الفونكس النهاردة بيتكلم لي على two letters. أول حرف معايا هو حرف ال A أو letter A. letter A الساوند بتاعه أ أ أ أ أ apple, أ أ apple, اه اه ant, اه اه ant اللي هي معناها نملة, اه اه اميرة, اه اه اميرة, وده اسم بنت. يبقى حرف ال A الساوند بتاعه ايه؟ اه اه زي كلمة apple و ant و اميرة. طيب letter S الساوند بتاعه ايه؟ س س star نجمة, star نجمة, وهناخدها كمان دقيقتين. square مربع, square س س square مربع, square مربع س س سامي ولد اسمه سامي, سامي. يبقى letter S الساوند بتاعه ايه؟ س س زي كلمة star square سامي. اخر حاجة معايا النهاردة في الوحدة هي الشيبس الاشكال, الاشكال اللي هي المربع والمستطيل والمثلث والنجمة والدايرة, وهم خمس اشكال اللي احنا هناخدهم النهاردة. بس في البداية ليا عندك طلب, لما تيجي تحفظ الاشكال دي ياريت تبدأ اللي انت تشاور على الشكل اللي قدامك وتقوله in English. يعني مش عايزك تقول نجمة ستار نجمة ستار نجمة ستار, لا انا عايزك تشاور كده على النجمة وتبقى باصص عليها وتقول ايه؟ ستار 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 ستار. يبقى كلمة نجمة معناها ايه؟ ستار نجمة ستار S T A ستار وزود R ستار نجمة ستار نجمة ستار. مربع سكوير مربع سكوير مربع سكوير. سمع حد بيقول لي ايه مثل الكلمة الصعبة دي؟ طب تعالى كده نغنيها مع بعض. S Q U A R E سكوير, S Q U A R E سكوير, S Q U A R E سكوير, ستار سكوير ستار سكوير. الاتنين بادئين بالليتر S, دايرة سيركل دايرة سيركل. كلمة دايرة فيها حرف السي اتكرر مرتين, اول مرة اتنطق س س, ليه؟ عشان جي وراه حرف من الحروف اللي هو بيحبهم اي, واحنا قلنا كتير قبل كده ان حرف السي بيحب ثلاث حروف قوي 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 يجوا وراه من كتر ما هو بيحبهم. اول ما بيبص وراه بيشوف واحد منهم بيتنطق س, طب غير كده هيتنطق ك. ايه هما الثلاث حروف دول يا مس؟ الواي والاي والاي. فهنا حرف السي بص وراه لقى وراه حرف الايه؟ الاي, عشان كده هيتنطق ايه؟ س س. طب تعالى بقى كده عند السي التانية, ها بصت وراها لقت حرف ال L, في الحالة دي هتتنطق س ولا هتتنطق ك؟ برافو هتتنطق ايه؟ ك. يبقى انت عندك كلمة دايرة حرف السي الاولانية اتنطقت س والتانية اتنطقت ك. circle circle C I R C L E circle C I R C L E circle, star square circle star square circle star square circle. انا بحاول اكرر معاك واعيد وازيد عشان خاطر تحفظ الكلمات, لان انت ممكن يتهيأ لك كده في الاول ان هي صعبه, بس زي ما قلنا كتير ان كل حاجه بالتكرار والممارسه الموضوع هيبقى سهل جدا. star square circle. يبقى عندي كلمتين او شكلين شبه بعض. اول كلمه معايا المثلث triangle, المثلث triangle. محدش خد باله من حاجه؟
برافو شطار. فعلا كلمة triangle خدناها قبل كده كان معناها ايه؟ برافو، آلة المثلث اللي هي الآلة الموسيقية اللي كنا واخدينها مع درام وفلوت وبيانو وبجيتار، كنا واخدين معاها ايه؟ triangle، تراي تي ار اي، ان اي ان، جل جي ال، وهنحط في الاخر الاي السايلنت. المثلث تراينجل، المستطيل ريكتانجل، المستطيل ريكتانجل، اخر ثلاث حروف اللي هم الجي والال والاي برضو كانوا موجودين هنا، جل جل، المستطيل ريكتانجل، المستطيل ريكتانجل. ريك اللي هي ار اي سي، السي هنا اتنطقت ايه؟ ك، عشان جه بعديها حرف التي، ريك. تان تان تي اي ان، جل جل جي ال اي، يبقى الكلمتين شبه بعض، المثلث تراينجل، المستطيل ريكتانجل. نقولهم اخر مره، ستار سكوير سيركل، ستار سكوير سيركل، المثلث تراينجل، المستطيل ريكتانجل. اوكي، اتمنى ان احنا نكون حفظنا الاشكال مع بعض، وزي ما اتفقنا لما تيجي تحفظهم يا ريت تشاور على الصوره وتقول اسمها ان انجلش، عشان تبدا تربط ما بين الصوره وما بين الايه المعنى بتاعها. بكده نكون خلصنا وحدتنا النهارده، اتمنى ان احنا نكون استفدنا من الفيديو. يا ريت لو عجبنا الفيديو نشترك في القناه وندوس لايك، وكمان نسيب كومنت عشان تقولوا فيه رايكم في الفيديو. اشوفكم على خير وسلام عليكم.